المفلسون ثلاثة. المفلسين دول هم ثلاث أنواع، أتمنى يا رب ما نكونش منهم، وأتمنى يكون كل الشباب يبعدوا عن الخصال دي أو الصفات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل، متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبسولة سريعة كده بمعلومة جميلة قرأتها، حبيت أشاركها مع الناس ومع الشباب خصوصا. المفلسون ثلاثة، المفلسين دول هم ثلاث أنواع. أول حاجة من المفلسين أو أول نوعية البخيل. البخيل بيجمع الفلوس ويبخل بها على نفسه ويموت ويسيبها لغيره، يعني بيجمع الفلوس لغيره، ده أول واحد من المفلسين. المفلس الثاني المغتاب، الناس اللي بتغتاب الناس، يتكلم على الناس كتير ويدي للناس اللي بيتكلم عليها حسناته يوم القيامة. المفلس الثالث كلب الصيد. كلب الصيد بيجري ويلهس وراء الفريسة، بنشوفه دايما كده يجري جري كتير ويلهس وراء الفريسة يجيبها علشان يديها لصاحبه. دول هم المفلسين الثلاثة، أتمنى يا رب ما نكونش منهم، وأتمنى يكون كل الشباب يبعدوا عن الخصال دي أو الصفات دي. أرجو أن الكبسولة تكون أفادت حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في كبسولات وفيديوهات قادمة بإذن الله من قناتي كل جديد حول العالم. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.